حاجه 1800 درهم. شوفوا ليا هنا اختي الا بغيتي تعطيني الثروت ديالها، هنا هو شوفي الفريغو ديالها، يعني حتى الفريغو ديالي يعني راه كبير ب 1800 درهم. هذه للطلبه، الا بغيتي تخدموا فريغو كتخدموا فريغو، الا بغيتي تخدموا ثلاجه كتخدموا ثلاجه، غير كيدير هاد الخاصيه. كيجينا كيجينا ب 10 ديال لا كارونتي على الموتور كومبريسور ديالها. شفتي السيري ديالها في الانترنيت ودرت 4400 درهم، راه غتطلع لك اوموان الناس دايرين ليها 4600 درهم 4700. هو راه ناقص بالنسبه لا ريفيرونس ديالها، راه هو هذا هو راه ناقص فيها. كيف ما قلت لكم اخواتاتي بمناسبه الافتتاح، يعني راه ناقص واحد الاثمنه اللي ناقص فيها بزاف. عندنا كتجينا حتى في الحمام، غادي نقول لك انا عندي ماكينة الصابون وغندير الهيلالة وغنقول لك ديرها 2000 درهم، ولكن غادي نديها مور شهرين غادي ترجع عندي وغتلقاي فيها مشكل. بصح كما كيقولوا الناس الوالا عند رخصو تخلي رخصو، هادشي اللي كاين. انا حتى في سامسونج كنحاول نجيب لي مارك، هادي سامسونج 7 كيلو، هادي ايكو بابل. ايكو بابل كتجينا من كلمة ايكو اللي هي ايكونوميك يعني اقتصادية، وبابل هي الفقاعات، انها فيها واحد. السلام عليكم متتبعين متتبعات لوبنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وقاكم ان شاء الله هاد الفيديو لاشتين وفرحانين وبصحه مزيانه. جاتكم الغزاله ديالي المحل يلا حل، يعني بالافتتاح ديالو غادي يدير لكم واحد البروموسيون اللي هو زويون. جاتكم ان شاء الله خواتاتي عند ود الخير اللي غتلقاو هذا الخير كامل بواحد اثمنه اللي هي مناسبه، والمعامله هي كل شيء. يعني ملي غتجيو ان شاء الله غادي تلقاو واحد لا بروموسيون اللي هي زويونه بمناسبه الافتتاح. خليكم على فيديو من الاول حتى الاخير، ما تفلتوا ليا حتى شي لقطه من هذا الفيديو. هذا غادي تلقاو ان شاء الله كل المعلومات ديال الثلاجه ديال اي حاجه بغيتوها، ما كاين الصابون الفريغو، يعني كاين الهوته ديال بصح. راه كتعرفوا مني كيحلج هكا شي محل راه ضروري كيكون لي بروموسيون. هذا الشيء علاش جتكم البنات عند ود الخير باش تلقاو هذا الخير كامل ان شاء الله اللي غنستافدوا منه ان شاء الله بمناسبه العيد. الله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وبرزيق، ود كيف ما ديما كنقولها اللي عنده الله يزيده ويبارك ليه ان شاء الله في رزقه، واللي ما عندوش اللهم ارزقه يا ربي من حيث ولا يحتسب. غادي ان شاء الله نخلي لكم النعس ديال المحل في الاخر ديال الفيديو، وحتى الرقم ديال التليفون ديالهم اللي بغى يتواصل معاهم. انتم اخواتاتي كيف ما قلت لكم جينا عند ود الخير اللي تبارك الله موجود عنده الخير كامل بمناسبه الافتتاح. غادي ندير لكم واحد الثمن اللي هو زويون كيف ما كنقولوا، هرس دكدك في الاثمنه والجوده الغزاله ديالي، يعني ما ندويوش عليها. واللي زوين فيه انه غادي يشرح لكم هذاك الشيء اون ديتاي، واللي جات عنده راه غادي يتهلا فيها. ياك اخويا بارك الله فيك وتبارك الله، ربي يخليك الله يبارك فيك. امين يا ربي امين. بالنسبه مراعاه القدره الشرائيه ديال المواطن وديال اي واحد، ديما كنجيبوا كوليكسيون رخيصه على حساب الناس اللي على حساب القدره الشرائيه المتوسطه، وعندنا شي حاجه غاليه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشراو في راسهم. عندنا كاع الاحجام ورا كل شيء زوين، سواء رخيص سواء غالي راه كل شيء. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء كامل غير تيسير ديال الله عز وجل. هذاك الشيء اللي كاين دونك على قد تجيب، وهذا الشيء اللي كاين. عندي لا مارك سيرا توتالمون نو فوست غير لا فابور، كتجينا بهاد لا فينيسيون هادي، مخدومه بالبلاستيك، متليه بواحد الماده ديال المينا. هاد الماده كما كنقولوا مقاومه للتاكل، يعني كدير واحد ديغي طويل ما كتضرر ما والو الثلاجه. كتجينا بكلاس انرجيتيك لي ا، معدل استهلاك الطاقه سنوي 367 كيلو وات باغ، بالنسبه اللي بغوا ديالها 43 ديسيبر، يعني موان فابل ف ما فيهاش صداع. هاد الكالكيل ديال 43 ديسيبر يعني اللي هو نورمال اللي كيكونوا في الكوزينه اللي كتسمعيهم عادي، هادي ما فيهاش صداع. حجم المجمد ديالها 78 لتر، وبالنسبه لحجم الثلاجه 210 لتر. راه تبارك الله راه كبيره. لا كبيره كبيره تبارك الله. ديال الخضره والديسير على حساب ليجيان، على حساب الخضره على حساب الديسير، كتقدر طومبيراتور ديالك كيف ما بغيتي. هادي كتجينا بثمن ولا مارك سيرا، لا مارك سيرا، وكناخذوا وعندنا لا كارونتي ديال السيرا اللي كنعطيوه فيه 2 سنين ديال لا كارونتي. انتم اخواتاتي عامين ديال الكارونتي، يعني ثلاجتك غتبقى عندك عامين ديال الكارونتي الا فيها شي حاجه، يعني كترجع لها. جينا بالحجم ديال 390 كيدير 4400 درهم باش كيبقى الثمن الحصري ديالكم. هادي شحال؟ هادي شحال تبقى؟ 4400 درهم. 4400
درهم. يعني السياره البنات كندويو هنا على لا مارك ديال السياره اللي تبارك الله معروفه. الا درتو حتى السيري ديالها في الانترنيت ودرتو 4400 درهم راه غتطلع لك اوموان الناس دايرين ليها 4600 درهم 4700 بالنسبه للريفيرونس ديالها. راه هو هذا هو راه ناقص فيها كيف ما قلت لكم اخواتاتي بمناسبه الافتتاح. يعني راه ناقص واحد الاثمنه اللي ناقص فيها بزاف. عندنا كتجينا حتى في الحجم ديال 420 نفس الشرح اللي شرحناه على 390. هذه كبيره على هذه. هذه كبيره على هذه. راه كتبان تقريبا واحد 50 لتر. 50 50 لتر اللي بيناتهم ها هي راه باينه. اللي بيناتهم نفس الكلاس كلاس ا بالنسبه اللي بغوا 43 ديسيبر. كيبقى الفرق غير في الكونجيلاتور. هذه كبر منها في الكونجيلاتور وكبر منها شويه في الثلاجه. راه تبارك الله كبيره هانتوما. كنحاولوا نبين لكم هذاك الشيء اون ديتاي. وبالنسبه للحجم هانتوما راها كتبان كبيره عليها وفي نفس لا مارك. بالنسبه للثلاجه الاسباتيك راه عندنا فيهم ثمن طايح. دابا بالنسبه علاش هاد الثمن؟ هاد الثمن حيت الثلاجات ديال البرد كيكونوا غاليين شويه. العكس ديال الثلاجه ديال الثلاجه ديال اللي كيكونوا رخاص شويه. اي بصح. بالنسبه لهذه شحال تبقى ليهم؟ هذه كتبقى ب 4700 درهم. هذه 4700 درهم. الا مشيتي لبلاصه اخرى ما غاديش تلقاي يعني بهذا الثمن هذا. راه كيف ما قلت لكم بمناسبه الافتتاح ديال واحد الصولد اللي هو زويون. بالنسبه لهذه خواتاتي 4700 درهم. مازال كاين لي بروموسيون مازال غاتجيو ان شاء الله. راه غادي نقص لكم ان شاء الله الثمن. عندنا لا مارك سامسونج. هذه كتجينا بواحد لافينيسيون اللي هي اينوس. شوفوا لي البنات العشاق ديال سامسونج شوف كشحال كتجي زوين. هذه زوينه هذا الشكل ديالها. كيبغيها بالقبضه ديال اليدين. كاين اللي كيبغيها بلا بها القبضه ديال اليدين. كاين اللي ما كيبغيهاش. هذه بلا قبضه. هذه بلا قبضه كتجينا بهذا بهذا الباك هذا اوبتيمال فريش. هذا شي حاجه ما بغيتيش تخليها في الفريغو. كيمكن لك ديرها هنا لتحت كتبقى لمده طويله في نفس درجه الحراره ديالها. يعني خصوصا دابا الناس مقبلين على العيد الكبير كيبغيو يديروا شويه كيشرملوا شويه ديال الحطب هذاك الشيء. بصح بعوض ما ديريها في الفريغو كيتبدل لاكولور ديالهم. تقدري تخليها هنا لمده اسبوع كتبقى كيف ما حطيتيها كيف ما كتبقى. كتبقى اييه. عندنا الزاج ديالها سوفت كلاس كيهز تقريبا حتى ل 100 كيلو. كتجينا بواحد لوبسيون ديال التوين كولين. التوين كولين هي تقدر ترجع الفريغو ثلاجه. تقدر تطفي الفريغو وتخلي الثلاجه تخدم وحده. تقدر تطفي الثلاجه وتخلي زوينه هاد زوينه هاد القضيه. باش تحافظ شويه على باش تحافظ شويه على الطاقه. يعني كيف ما سمعتوا تقدي تطفي الفريغو بوحدو وتبقى لك الثلاجه خدامه. تقدي انك سواء انك تطفي الثلاجه وكيبقى لك هكا الفريغو يعني خدام. كتجينا بكلاس انرجيتيك اللي هو ا بلس يعني اقتصاديه بزاف. كاين كيف ما قلت لك اللي ما كيبغيش اللي كيبغي بلا قبضه وكاين اللي كيبغي بالقبضه. عندنا عاوتاني هذا الموديل هذا. هذه راه 7200 درهم ومازال الثمن قابل للتفاوض. 7200 درهم علاش حنا كنديروا قابله للتفاوض. الثمن افيشي بالنسبه للناس ديال كريدي غراتوي حيت كنديروا كريدي غراتوي مع وفاه سلاف. بالنسبه للناس اللي كيبغوا اللي ما كيسبقوا والو كيكونوا عندهم ديجا الاوراق ديال الخدمه. اذا كان كريدي عندهم بحال هذه 7000 درهم كيتحسب كريدي اقل من 10000 درهم. كيجيب لنا الغولفي ديال البنك الاخر فوتوكوبي لا كارت ناسيونال والبيلتان الاخر ديال الخدمه وكياخذها بلا ما كيسبق والو حتى الخلاص ما كيقدر يخلص حتى الشهر الجاي. بالنسبه الى كان قل اكثر من 10000 درهم كريدي مثلا ياخذ الثلاجه وماكينه والتلفاز اللي غيفوت فيهم 10000 درهم. كيجيب 3 غولفي 3 بيلتان فوتوكوبي لا كارت ناسيونال اتيستاسيون دو ترافاي وورقه ديال الموطو وما كيسبق حتى شي حاجه. والو ما كيسبق حتى شي حاجه. واش بغيتي شوفي شنو دار معاك الدوسي ديالو 24 ساعه كنجاوبو كنديو ليه الثلاجه. هادشي علاش دايرين حنا هاد الثمن. بالنسبه للناس ديال البيمون كاش عشاق الكاش راه عندنا لكم ثمن زوين. هادشي اللي كاين. بالنسبه لهذه اخواتاتي راه قابله للتفاوض وحتى الناس اللي بغاو هكا كريدي كتجي كتاخذيها بالصحه والراحه ما كتسبقي حتى شي حاجه. كتعطي غير المعلومات اللي قال لكم وصافي ان شاء الله الثلاجه ديالك كتوصل لك حتى لباب الدار. خلاص ما كيخلصش هذا الشهر. ايوا اختي اش بغيتي قال لك غير سيري شري الحولي على خاطرك. هادشي اللي كاين. كاينه هذه. عندنا الناس اللي كيبغوا لا مارك ال جي. هذه كتجينا ب 10 سنين ديال الكارونتي على الموتور. كتجينا بكلاس انرجيتيك ا بلس. بالنسبه للسيلاك الطاقي السنوي ديالها 240 كيلو وات باغون.
حتى بالنسبه للضجيج الخارجي راه ما كاينش. اه بصح غادي وكاين القصر حيت غادي نلقى الكاليتي كتجينا ب 35 ديسيبل. كتجينا بواحد لوبسيون ديال الملتي افلاو يعني البرد كيكون عندها فيها واحد سيركيلاسيون ديال البرد اللي كيدور في الثلاجه كامله يعني كاع النواحي ديال الفريغو كيوصلهم البرد يعني اي حاجه حطيتيها كتبرد. عاد عندنا هاد لوبسيون هادي دور كولين بليس ها هي غتبان لك في كولين بليس هادي كتعطينا البروده لهاد الفاس ديال الباب حيت الغالبيه ديال الثلاجات كتحطي شي حاجه هنا مشتي هادي كتحكم لك في هادي وكتدوز لك هكا كتعطي البرد لهادو كاملين. زوينه هاد القضيه هادي. كتجينا بهاد الباك تاعو ديال 0 دوغري عندنا باك ديال الخضره والديسير. بالنسبه للثمن ديالها 5199 درهم. مصري كدير 6200 درهم هادي في اماكن اخرى لي زوتغ مارشي. راه هادشي جبت لكم اخواتاتي يعني سارعوا بمناسبه الافتتاح راه داير لكم واحد البروموسيون اللي هو زويون يعني واحد الهوته كيف ما كنقولوا لي هي زويونه ان شاء الله غتلقى واحد ود الخير. ندوزو دابا للحجم الكبير. الناس اللي عندهم الكوزينه كبيره العائله تبارك الله كثيره شوفوا لي اخواتاتي هذا الحجم هذا الشيء البنات راه باقي جديد راه كيف ما قلت لكم راه المحل راه باقي جديد وان شاء الله غتجي مازال السلعه كاينه تبارك الله اللهم بارك يعني مازال كاينه السلعه كاينين ان شاء الله في العشيه. هذا الشيء اللي قال لي قال لي من هنا العشيه غادي تدخل واحد السلعه اللي هي جديده وفيها اثمنه هي اللي هي زوينه. ما حد ميت عندنا حنا في الفيديو غيكونوا عندنا لي بلاك دو كويسون رخاص ديال 4 فو ديال 5 فو لي كوزينيير لي فورون كاسترابل لي ماشين لافي كاين التلفازات لي ماشين لافي لي تي في غيكونوا عندنا لي ميكرون بوزابل غيكونوا العزانات غيكونوا الهاشوار اللي غيكون فيه واحد الثمن ديال الرز دك دك وشوفوا الهاشوار ان شاء الله غنديروا فيديو خاص على الهاشوار وبالثمن اللي هو زوين. كتجيبوا غير الهاشوار بوحدها غيكون عندي الهاشوار والهاشوار غادي ندير فيهم واحد الخاصيه اللي ما غادي نديروا فيهم لي فريزون كراشي يعني يا الله احتياج بغيتي كوموندي واللي بريك لك. هادشي اللي كاين مهم كيف ما قلت لكم ما تفلتوش ليا هاد المحل اللي راه باقي جديد والاثمنه كيف ما كتشوفوا ها نتوما البنات يعني قدام عينيكم السيد يلاه كيحل يعني هادشي كامل السلعه يلاه وصلاتو وفي هنا العشيه ان شاء الله غادي توصلوا واحد السلعه اللي هي زويونه حتى هي غادي نشاركوها ان شاء الله معكم مع المقارب. كاينه هنا سيره حتى هي كبيره اللهم بارك شوفوا هادي سومينو فروس لتحت برد الفوق 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 ستاتيك كدير واحد شويه ديال الثلج غنكون كدير دي جي وغاش كدي جي هري شوفوا لي المجر ديالها تبارك الله كبيره هذه هذه راه فيها ثمن اللي هو مزيان هذه راه بانت لي اكبر حجم 900 درهم 4900 درهم على متر 84 4900 درهم عاود اخويا شحال فيها 4900 درهم شحال فيها ديال 580 متر 580 متر ب 4900 درهم. عندنا في النوفروس اللي ما كيبغيش ستاتيك ياخذ النوفروس النوفروس ديالها دايره 5300 درهم 5300 درهم هذه ليكيفالون ديالها في لي مارك بحال اللي قدها في لي مارك الاخرين هذا تاخذها اومو بواحد 8000 دابا سيره واحد البرودوي اللي هو لوكال البرودوي ديال البلاد كيديروا اثمنه زوينه اثمنه زوينه ماشي زعما راح يترخيص على الكاليتي ديالو لا 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 كيف ما قلتها لكم المحل يلاه حل دار لكم واحد الجوزه ديال زوينه ماشي طيب ما تحطيه هكا فوق منه الجاج ديالو راه سوفت كلاس راه كيز تقريبا حتى ل 100 كيلو يعني كيصبر تبارك الله. وبالنسبه للثمن ديالها 5300 درهم 5300 درهم ندوزو لهاد السيره هادي صغر من هادي كاينه هادي اللي صغر منها شويه هادي 450 متر 450 متر بالنسبه لهادي 450 متر هادي صغر من اللي وريناكم راه تقريبا نفسها هادي عندها الزاج هادي عندها الشبكه اللي كيبغي هاد الشباكه ديال البلاستيك على حساب انهم ما كيتهرسوش هما عندنا حتى هذا الموديل هذا ولكن انت هذه اللي وريتيني دابا يعني فيها الزاج راه الزاج تبارك الله قاطع الزاج دابا هو اللي على مود دابا الناس اللي باغين الشبكه يعني راه حتى هي موجوده كنحاول البنات نفسر لكم هذاك الشيء وكنشرح لكم هذاك الشيء اون ديتاي يعني اللي بغات شي حاجه تسارع من حد كاين الصولد عندنا الار تي 38 ديال سامسونج
هذه نفس الشرح اللي كنا شرحنا في الاولى كان طابق عليها عندنا الاوبتيمال فريس اللي سبق وذكرناها في الفيديو في الاول ديال الفيديو بالنسبه للسيستم ديال توين كولين بلس بالنسبه لها باش تطفي الفريغو تخلي الثلاجه خدامه باش تطفي الثلاجه تخلي الفريغو لا خدام حتى هي نفس الخاصيه نفسها تماما عندنا هاد لا مارك ارتور مارتا لا مارك ديال فرنسا كتجينا بعامين ديال لا غارونتي حتى هي كلاس انرجيتيك ديالها اطخوا بليس بالنسبه للاستهلاك الطاقي السنوي ديالها 265 كيلو وات باغون حتى النسبه ديال لي برو ديالها ناقصه تقريبا 39 ديسيبل كتجينا حتى هي بواحد الباك ديال زيرو دوغر اللي سبق وذكرنا لي الخاصيه ديالو كتجينا بواحد السيستم اخر جديد اللي هو هاد البيولير هاد البيولير هو ان الثلاجه كديكاجي كاع هذيك الريحه اللي كتكون في الثلاجه كامله كديكاجي زوينه هاد القضيه ديالك كتسبير لك الريحه كلها كتشفط واحد البيئه كما كنقولوا نقيه بالنسبه لهذه الثمن ديالها كدير 7200 درهم هذه قابله للتفاوض غنعطيك فيها ثمن حصري دابا اللي هو 6600 6600 درهم شوفي لي اختي الثلاجه 6600 درهم الموتور ديالها اوريجين انفنتر موتور انفنتر هو موتور اللي كيصبر اللي كتكون فيه 10 سنين ديال لا غارونتي يعني كيصبر معاك موتور كيكون سيلون وكيكون تري ايكونومي المهم هاد الثمن شطبوا عليه غادي تاخدي غير ب 6600 درهم الا سارعتي وجيتي لهاد المحل هذا وخديتي هاد الثلاجه هادي بهذا الثمن هذا بالنسبه لك كنديروا التوصيل يعني اللي بغى يكوموندي وبعيد وفي شي بلاصه مثلا وبعيد وما فيه اللي دي بلاصه وشاف الفيديو قناعته الثلاجه يعني تواصل مع غادي نخلي لكم ان شاء الله الرقم ديال الواتساب ديالو شاف شي ثلاجه في شي بلاصه اخرى حنا على حساب الطاقه الاستيعابيه وداك الشيء وعجباتو يصور لي غير الفلوس ونعطيه ثمن مزيان ولا ليفريزون بيان سور هانتوما سمعتوا كيف قال لكم يعني اللي عجبتها شي ثلاجه تصورها ليه وتصيفطها ليه في الواتساب غادي يجيب لك اختي نفس الثلاجه اللي بغيتي انتيا وحتى الناس اللي بغاو شي ثلاجه ديري ليها اختي سكرين صيفطها ليه في الواتساب سلعتك توصل لك حتى لباب الدار عندي هاد الار تي 40 هي سامسونج هادي حتى هي لا مارك سامسونج بالنسبه لهادي كدير 7000 الشرح هادي غنشوفو غير الثمن باش ما نطولوش على الناس بالنسبه للثمن 7100 درهم يعني حيد منها 100 درهم وعندي ثمن حصري في هذه حتى هي كدير 8900 نورمالمون الثمن ديالها جي ار سي 502 هذه ثمن حصري ديالها تبقى ب 8000 درهم 8000 درهم هذه تبقى لك اختي ب 8000 درهم دور كولين بليس بالنسبه للسيستم ديال الدور كولين بليس هو اللي سبق هو اللي وريناها هكا في المقبل يعني هنا كتحكم لك في هذه البلاصه هذه باش كطلق لك يعني حتى لك هنا هذا الباك هنا فروي ولا على حسب الخضره كنتي دايره الخضره كتسدي كنتي دايره الديسير كتخليها هكا محلول تبارك الله عليكم يعني راه تبارك الله كاين التكريت ديالها راه تقريبا ولا لاحظتي كل الفريغو كامل شي سيركيلاسيون ديال البرد هنا هنا يعني كتعطي لهاد الجناب لهاد الجناب الفاس ومازال ان شاء الله جايين ان شاء الله واحد الثلاجات يعني بالاثمنه اللي هي زوينه وناقصه يعني على هذا الشيء كامل يعني اللي بغات ان شاء الله وعجبها المحل غندير لكم ان شاء الله واحد او ثاني جوله فيه باثمنه يعني ناقصه على هذه غندوزو هنا لماكينه الصابون كيف ما كتشوفوا يعني حتى ماكينه الصابون يعني كاينه وصلتني واحد الليله وصلتني واحد المستتبعه كنتمنى انها تشوف هذا لا فيديو هذا على ماكينه الصابون نيت بالنسبه لهاد الماكينه الصابون ديال سامسونج ماكينه الصابون هو بغيت نشرح للناس واحد الحاجه بالنسبه الناس اللي كيسولوا على ماكينه الصابون اللي تكون رخيصه وداك الشيء اقل ثمن اللي تقدر تاخذ به ماشينه لافي مزيانه هو 2800 درهم حتى 5000 6000 درهم علاش غادي نقول لك انا عندي ماكينه الصابون وغندير الهيلالا وغنقول لك ديرها 2000 درهم ولكن غادي تديها مور شهرين غادي ترجع عندي وغتبقاي فيها مشكل كما كيقولوا الناس الولاء عند رخصو تخلي نصو هادشي اللي كاين حتى في سامسونج كنحاول نجيب لي مارك هادي سامسونج 7 كيلو هادي ايكو بابل ايكو بابل كتجينا من كلمه ايكو اللي هي ايكونوميك يعني اقتصاديه وبابل هي الفقاعات انها فيها واحد انها كتعطي واحد هذاك الماء كتضربو بواحد البريسيون باش كتخرج غير ديك الرغوه يعني كتقتصد لك اول حاجه في الماء وكتجينا بواحد الكلاس انرجيتيك اللي هو اترو بلس يعني موان فابل في لا كونسوماسيون ديالها بالنسبه للنومبر دوتور ديالها 1400 1400 دوره في الدقيقه بالنسبه ليزوبسيون اللي فيها عندنا فيها بروغرام ديال الاكسبريس ديال 15 دقيقه وعندنا بروغرام ديال الكوتيديان هذا يومي اللي فيه تقريبا ساعه
عندنا بروغرام ديال الدلكة بالنسبه للحوايج اللي كتخافي عليهم اللي يتقطعوا، بالنسبه للين حوايج ديال الصوف لي كولور سومبر لي دغاب داكشي ديال بيت النعاس. عندنا بالنسبه للبروغرام ديال القطن عندنا السينتيتيك، عندنا هذا الاونتي اليرجين بالنسبه للوليدات اللي فيهم الحساسيه وداكشي كتقدر كتصبنهم بواحد الدرجه ديال الحراره اللي طالعه. بالنسبه للغانساج ولي سوغاج وفا غير فيدون جولي سيفاج، هادي كاين واحد الخاصيات اللي زايدين الا كانوا الحوايج مسخين بزاف كتقدر دير لهم هاد لوبسيون. الا بغيتي ترقدي بهاد لوبسيون، الا بغيتي تصبني بالفقاعات بلي كديري هاد لوبسيون، الا بغيتي تخرجيهم مسلوحين شويه على حساب المسلوح كيخرجوا مطلوقين شويه ما كيخرجوش مكمشين كديري هاد لوبسيون هادي. بالنسبه للطومبور ديالها راه طومبور ديامو، شو شحال ديال التقابي فيه، يعني راه ما كنجيوش هاد لا ماشين ما دايرهاش هاد الثمن غير هكا، يعني غتشري ماكينه ب 2000 درهم وغتبقى تكون غضرب لك واحد شويه وغتخلص عليها 5000 درهم وغتاخذ وحده اللي غادي تدوم لك وغادي تدوم. بالنسبه للثمن ديالها، الثمن ديالها 4700 درهم. بالنسبه للمونتاج ديالها راه اوروبا هادشي، هادشي تشوفي المونتاج ديالها ها هو هنا بالنسبه للناس العرب ديال الاوروب ماشي ديال يعني. ماشي تركيا ماشي لاشين، ها هي ميد ان بولاند. شوفوا ليا هاد ميني ثلاجه بالنسبه لحتى الطلبه، هاد الثلاجات هادو كيبغيو الطلبه هما بزاف بيت النعاس. بالنسبه لشي واحد يعني عنده كيجلس هكا عز عليه يجلس في السطح بلا ما يبقى طالع هابط يحط هكا غير في السطح، بالنسبه للثمن ديالو يعني راه زوين كتبقى ب 1800 درهم. هادي 1800 درهم ثلاجه، 1800 درهم. شوفوا ليا هنا اختي الا بغيتي تعطيني الثروت ديالها، هنا هو شوفي الفريغو ديالها، يعني حتى الفريغو ديالها يعني راه كبير ب 1800 درهم. هذه الطلبة زويونة وحتى الناس اللي هكا ما كيبغوش بقا طالعين هابطين. بالنسبة لبيت الناس حتى هي يعني مزيانة، هذه بحالها بحالها في الثمن، بحال بحال في الثمن. شوفوا غير هذه في الـ في الـ في الكري، وهذه كتبقى في الشيبي يعني الشكل ديالها يعني سالي شغلك صافو كتزرب كثير. هادو تا هما زوينين 1800 درهم. بالنسبه للناس اللي بغات الثلاجه هذه يعني تسارع تاخذها، راه ما بقاتش ب 2000 درهم، راه خلاها غير ب 1800 درهم. يعني بالنسبه هذه دي زوينه، هذه الطلبه اللي بغات تخرج هكا وتسد على الثلاجه ديالها، يعني راه زوينه هاد الخاصيه هذه. غادي دابا ندوزو ان شاء الله بالنسبه للكونجيلاتور. الناس اللي بغات الكونجيلاتور واحد الثمن اللي هو رمزي، واحد الثمن اللي هو زويون. يلا قال لي على الثمن ديالو هانتوما خواتاتي، انا غنوريكم هذاك الشيء اون ديتاي باش تشوفوا. بالنسبه للكونجيلاتور اول حاجه بالنسبه لهذا الكونجيلاتور عندنا فيه واحد لوبسيون ديال فونكسيون، ديال فونكسيون يعني غوفريجيراتور وفريزر، يعني عندك تقدر الا بغيتي تخدمو فريغو كتخدمو فريغو، الا بغيتي تخدمو ثلاجه كتخدمو ثلاجه. غير كيدير بين هاد الخاصيه كيجينا كيجينا بديزون ديال لاكارونتي على الموتور كومبريسور ديالو. سمحوا لنا على الصوت حيت المحل جا في الشارع ومخدوم بواحد التيب ديال النحاس. هادشي شفتي الجيلاتور مخدوم بالنحاس من هنا، يعني واخا طفي عام وترجع تخدمو ما كاينش فيه مشكله ولا شي حاجه، تكفي ثمن حاس راه مابقاش فيه واحد الكميه اللي محدوده. 1550 درهم كونجيلاتور ب 1550 درهم، 1550 درهم تقدي انك تخليه كونجيلاتور سواء انك يعني تطفيه وتحولي الخاصيه ديالو يعني الثلاجه. هذا زويون، هذا الطريقه هذه صراحه عجبتني، هذا زوين. كاين هذا 116 ايترو، هذا كبر منه. الثمن اللي افيشي ديالو 2200 درهم كيبقى ب 2000 درهم. هذا 2000 درهم، يعني اللي جات غادي تاخذو ان شاء الله، اللي قلتي لي من طرف لبنى غيخليه لك اختي ب 2000 درهم. وشوفوا ليا يعني عنده الزاجه هكا كتسد وعنده هاد الشبيكه هادي، يعني كنحاول نوري لكم هذاك الشيء اون ديتاي باش اللي بغات شي حاجه سواء انها تسكرينيها سواء انها يعني تجي للمحل. المهم انت ما خاسره والو، ضربي دويره في المحل وغادي تشوفي ان شاء الله يعني عجبتك شي حاجه. ندوزو نشوفو ليها. وكاين حتى الاحجام الكبيره بالنسبه للكونجيلاتور، بالنسبه لهذه راه ديال اينوكس. مهم احجام متنوعه وكبار، اي حجم بغيتي راه تتلقاي. هادشي علاش قلت لكم اللي بغات شي حاجه هاكا تسارع وتجي لعندو وشوفي اختي هكا بعويناتك كيف ما كنقولوا حنايا المغاربه، اللي ما شرا يتنزه.
وغنخلي لكم ان شاء الله النت ديال المحل في الاخر ديال لا فيديو، وحتى النيميرو ديال التليفون ديالهم اللي بغات شي حاجه باقي يعني تصيفط ليهم. وبالنسبه للتوصيل راه غيوصلوها لكم يعني حتى لباب الدار، وكاين حتى الكريدي يعني ما غادي تخلصي والو حتى الشهر الجاي ان شاء الله عاد باش غادي تخلصي. من ديال المحل مهم اخواتاتي، ها هو المحل كيف ما كتشوفوا هو هذا، كيتواجد حي السلامة 3، حي السلامة 3 هذا الصف هذا هو اللي قريب ليه القهوة ديال الهودج، يعني اللي جات اللي كانت جاية من حدا العمالة، هذيك العمالة البنتية اللي كاينة الفوق غتبقي غدا نيشان فين كاينة هنا قهوة الهودج، كاين مصرف المغرب. سواء أنك بغيتي تجي من هذا الاتجاه هذا، كاين القيصارية ديال الخيرية، يعني غتسولي على القيصارية ديال الخيرية كيف ما كتشوفوا راها النعت واضح وباين، هنا كاين بلاكة ديال الطوبيس كدوز 39 هنا كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم الخيريه، وصافي وكتجي كتلقاي النعت ديال المحل هو هذا، يعني النعت واضح وباين.